ومن وحي اللي بتكتبه انت كل يوم على السوشيال ميديا انه بعدنا باللوج. طيب اللوج كان بالزمن اللي مرق اللي انتهى اللي خلص بزمن رجالات كانوا عم بيبنوا دولة، اليوم بعدنا باللوج؟ يعني كيف بعدنا باللوج وصار الدولار 26,000 وصار كل شيء منهار بالبلد؟ إذا هيدا اللوج فإذا شو ناطرنا؟ يعني مقدمتك خير جواب على بعدنا باللوج. نحن وغدا لنظره قريب، نحن كل يوم عم يقطع نهار أسوأ منه، عم يجي نهار أسوأ. نحن كل يوم منشوف أنه الوضع يلي عم نوصل عليه أسوأ من يلي كنا فيه. يعني أول ما بلشت الأزمة كان في كهرباء، كان في مازوت، كان في بنزين مدعوم، كان في دواء مدعوم، كان في الأساسيات تبع البلد. الدولار بعده ما صار ب 25 ولا ب 26 ألف ليرة. نحن كل يوم عم نتقدم فيه، عم نتراجع نتراجع نتراجع. نحن بعدنا لن ضربت الكهرباء ب 13 مرة، وبعدها المواد الأساسية متوفرة. يعني اليوم بتدبر دواء بصعوبة، بس آخر شيء بتدبر دواء غلي سعره. طيب نحن لوين واصلين؟ يعني أنت لما بتقول بعدنا باللوج هلأ رغم كل شيء وناطرنا الأسوأ، يعني الأسوأ شو هو؟ شو السيناريو الأسوأ وكيف واصلين؟ ما بدنا نخوف العالم، لا بدنا نحكي وقائع. يعني إذا بدنا نحكي واقع، الأسوأ نحن لوين رايحين؟ الأسوأ مزيد من الارتفاع في سعر الصرف بسعر الدولار. الأسوأ يمكن يبطل فيه مواد أساسية، يعني نصبح عاجزين عن الاستيراد لسبب أو لآخر أو لعدة أسباب. الأسوأ بس تبلش الخطة الاقتصادية، خطة التعافي مثل عملها الرئيس حسان دياب، ولو بدها تجي حيالله خطة رح بتكون خطة منقحة عنها، ما في عنا كتير خيارات. ساعتها منشوف شو الأسوأ، وقت نشد الحزام ساعتها الأسوأ ببلش. حتى اليوم يعني بس هي خطة التعافي كيف بدها تكون؟ خطة التعافي لحتى تحقق خطة التعافي بده يمرقوا الناس بشح، وبدهم يمرقوا بضرائب وبارتفاع للأسعار وبقلة التعويضات. الخطة واضحة يعني، بس يطلعوا عليها الناس بيعرفوا قد شيء صعب هالخطة. استاذ ربيع، يعني الدولار ولا حدا فات بخطة التعافي ولا دولة إن كان بإيطاليا أو بمصر إلا ما دفع حق المواطن من جيبته، وخاصة المواطن الفقير. استاذ ربيع، الدولار لوين ممكن يوصل من هلأ لآخر السنة لفترة الأعياد تنقول؟ لأنه ما في كتير أخبار يعني عم تنتشر إنه ممكن يوصل لـ30 ألف أو لـ50 ألف أو ما بعرف شو ما وصل. الدولار بوتيرة متصاعدة، بوتيرة بده يرتفع. ليه؟ لأنه طالما ما في دولار جاي من برا، طالما نحن مش قادرين نحد من ارتفاع الدولار، في طلب ما في عرض للدولار، وهيدا بيؤدي الى مزيد من الارتفاع بسعر الدولار. كمان بقول لك ما بدنا نخوف الناس، نحن ما عندنا صناعه وطنيه، ما عندنا مواد اوليه، حيلا شيء بدنا نعمله. اذا بدنا نزرع بدنا بزار وهيدا بنستورده، اذا بدنا نرش يعني هودي ابسط شيء.